السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. كيما كل يوم معكم يونس بحار في هذا الفيديو اللي راح نكمل لكم السلسلة اللي بديناها منذ اسبوعين او ثلاث، وهي رحلتي الى امريكا من البداية، يعني من الصفر. كيفاش درت الخطوات من الجزائر، كيفاش انتقلت هنا، كيفاش صبت السكن اليوم الاول، كيفاش اشتغلت في اليوم الاول، كل هذا واكثر راني حكيت عليه في الفيديوهات السابقه. يمكن ترجعوا للخلف شويه في قناتي وراح تلقاو كامل هذا الفيديو اللي حكينا فيهم من البدايه وجميع الخطوات، واي حاجه ممكن نسيناها، ممكن يعني فتناها مرور الكرام، ممكن ديروا لي عليها يعني تعليق او شيء كيما هكذا، راح نرجعوا ليها وراح نشرح لكم ان شاء الله كل شيء بالديتاي. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم هو تكمله تاع الفيديو السابق اللي كنت بديت فيه العمل، يعني الشغل بصفه عامه في امريكا، وحكيت لكم يعني تجربتي الخاصه، يعني تجربتي الخاصه كيفاش اشتغلت من اول يوم جيت، يعني جيت اليوم من غد بديت اشتغل. حكيت لكم كيفاش الشغل اللي اشتغلت فيه، يعني مطاعم و وان شاء الله اليوم راح نحكي لكم كيفاش انتقلت من هذاك الشغل اللي كنت نشتغله تقريبا 10 الى 12 ساعه يوميا الى العمل على الانترنت، يعني اللي بضع ساعات، مع يعني خليت شويه نشتغل يعني اوتسايد، نبقى نشتغل برا. يعني الناس اللي يشتغلوا بزاف في الانترنت، انا مانيش مجبور نبقى نشتغل يعني يوم كامل في الانترنت. علاش؟ يعني نتعب، نحب نبدل، وهذا الشيء هو اللي خلاني يعني نتحول، يعني شاك فوا نروح الخدمه نبدلها، ما نبقاش فيها بزاف حتى تصيب المكان المناسب ليك. يعني مستحيل تبقى في مكان تشتغل فيه وانت ماكش راضي على نفسك فيه ولا ماكش مرتاح، ضروري انك تكون مرتاح لكي تبدع في عملك. ان شاء الله اليوم راح ننتقل ونحكي لكم على شويه خطوات ولا شويه صعوبات وتحديات صبتهم في العمل على الانترنت كبدايه، كنوع تاع الفيزا تاعي، يعني ما يسمحليش اني نشتغل كل الاشغال، هذه نديروها بين قوسين، هذا واحد من انواع التحديات الكبرى. لكن كيفاش تخطيت هذا التحدي واش عملت واش راني نشتغل حاليا؟ نعطيكم بعض الاعمال اللي راني نشتغل فيها حاليا، و نقدم لكم يعني نصائح، يعني نصائح عن تجربتي ان شاء الله في كل هذا في هذا الفيديو. فابقوا معنا، ما تنساوش تعليق ولايك كيما كل يوم، ما تنساوش ايضا تشتركوا معايا في قناتي، في حسابي في الانستغرام يونس بن بحر، هكذا باش تشوفوا كامل الستوري اللي راني نحطهم وكامل اليوميات، ونتلاقاو ان شاء الله بعد هذا الفاصل القصير. كما حكيت لكم اخواني في الحلقات يعني السابقه على اخر عمل اللي كنت اشتغله هو في مطعم سوري. المطعم السوري هذا كنت اشتغل فيه فول تايم، يعني توقيت من 10 الى 12 ساعه يوميا، لكن المطعم كان يعطينا يعني نصف ساعه الى ساعه يعني غداء باش تاكل فطورك، وانا كنت يعني تفهمت مع الاونر تاع المطعم، قلت له بلي انا ناخذ 3 ساعات يوميا، معليش قصهم لي من الخلاص، ولكن ندي 3 ساعات. انا حبيت نضحي بثلاث ساعات، 2 إلى 3 ساعات يوميا من شغلي، علاش؟ باش نستثمرها في بناء مشروع جديد ليا. وكيما كان الحال، انا كان فكرتي اني لما قبل ما نجي كامل من الجزائر جبتها معايا فكرتي اني اشتغل التجاره الالكترونيه، وهذا شيء يعني احسن شيء تبدأ هنا في امريكا هو التجاره الالكترونيه. فكانت عندي فكره اني يعني نستورد ادوات ولا اي حاجه من المواقع الصينيه تكون رخيصه في الثمن، سواء $2 $3، نجيبها لهنا امريكا ونسوقها في المواقع الامريكيه مثل موقع اي باي، وهناك انطلقتي في موقع اي باي. فكنت في الليل كل يوم نشتغل، نحط كامل المنتوجات تاعي، نعملهم ليستين، نعملهم كل شيء. هذو الفيديوهات تاع ليستين ونشرح لكم بلي ديتاي، مازال مواضيع اخرى، مازال فيديوهات اخرى، ونحكي لكم على كل موقع كيفاش تستثمروا فيه وكيفاش تنجحوا فيه ان شاء الله. يعني عندي يعني فكره عن بزاف عن كل مشروع عندي ولو فكره. فكان هذوك 3 ساعات كنت اعمل فيهم شيبين، يعني كنت نجي معايا ساكودو ونشتغل، وفيه كامل المواد اللي كنت بعتها نهار من قبل نروح نشيبيها في هذاك اليوم، نروح للمركز
USPS المركز البريد الامريكي اللي كان اللي كنت اشتغل معاه اللي هو ارخص في السعر في الشحن واسرع. هذا كان مشروعي الاول، لكن وكما راكم تشوفوا هذو هما كانوا ارباحي في اول اسبوع من هذا الشغل مع اول منتوج. منتوجي هنايا نوريكم اول منتوج اللي بديت به انا الشغل هو ايربودز. ايربودز اللي هما هذا تاع ايفون، لكن تاع اللي كنت اشتغل فيه مش تاع ايفون، لا هواتف تاع يمشوا بلوتوث. هذا هو كان اول منتوج، وكان منتوج رابح اشتغلت فيه يعني ما شاء الله بقوه في ايام الاولى، لكن صار لي مشكل وتحدي صغير وهو اللي خلاني نتوقف على هذا الشغل. اني في البدايه كنت نستقبل ارباح يوميا، كنت نستقبل ارباح بشكل عادي لاني كنت نبيع 3-4-5 حبات في اليوم، يعني كنت نستقبل ارباح عادي. لكن لما صار المبلغ كبير، كنت نستقبل اموال كبيره مثل $2000، فهنا الموقع يحبسك ويطلب منك تعطي له وثائق تاع الضرائب باش يقص منك الضرائب، وهذا الشيء اللي ما كانش عندي لاني فيزا تاعي تسمح لي اني اشتغل في الحرم الجامعي، ما تسمحليش اني اشتغل اونلاين او نعمل اشغال اخرى. فهذا كان عائق لي لاني انا حد الان ما عنديش تاع الضرائب، ما كانش باش نخلص الضرائب. فسمحت فيهم وخممت اني نبدا مشروع اخر وهو شوبيفاي، لاني نبني مشروعي الخاص ونحط فيه منتوجاتي ونبيع كيما نحب بالسعر اللي نحبه ونكون مرتاح، فنعمل على فقط على الترويج. فكانت عندي ادوات كثيره ثاني، منتوجات عفوا كثيره اللي كنت نسوق لهم، لكن في اول منتوج كما راكم تشوفوا في اول يعني مبيعه جاتني ما لحقونيش دراهم، ما لحقونيش فلوس، لانه ايضا يطلبوا منك الضرائب وثيقة الضرائب. إذا ما عندكش في أول منتوج أنت خاسر، ضروري أنك تشتغل، وهذا اللي كان ما عنديش فوقفته مؤقتا، عملت له هولد. وحصلت لي حادثة يعني في حياتي يعني خاصة، لأني أنا كنت نبحث قلت لكم من بداية الفيديوهات، بتكون نيتك صافي يا ربي يوفقك ويسخر لك عباد، ما تكونش تستنى فيهم، فقط انت ابذل مجهود، انت اعمل بنيتك وراح يجيك من حيث لا تحتسب الخير ان شاء الله. فكان تفكر انه قبل تقريبا سنه ونصف لعبت هون في امريكا يوفنتوس مع نسيت الفريق، مع بايرن ميونخ، يوفنتوس مع بايرن ميونخ، اللي رحت انا تفرجت يعني كشخص عادي. وهنا صارت حادثه لما انا بوستيت الفوتو تاعي، رسل لي واحد شخص من ميامي، رسل لي انه يعرض عليا مشروع اونلاين، وانا يعني بطبيعتي كنت نحوس على كاش مشروع اخر لاني ما قدرتش نديماري، كل شيء طلبوا لي هكذا. فحكيت له سيتياسيون، قلت له انا عندي يعني ما عندي بورتال نمبر يخليني نخدم غير في الحرم الجامعي، اذا كان هذا الشغل ولا المشروع اللي راك حتقترحوا لي يطلب لي ضرائب وكذا وكذا، انا ما نقدرش من البدايه يعني ما نبقاش نونجاجي معاك ونحبس. فهو قال لي لا ماشي مشكل، فاشتغلت معاه في هذا المشروع اللي هو كل مشروعين مدموج في مشروع واحد، هما الفوركس اللي هما كورنسيز، يعني فوركس تعرفوه مش شنو بالعربيه اسمه فوركس ثاني يعني نورمال. وحاجه ثانيه هي افيليت ماركتينج، وهي البيع بالعموله، يعني هذوما مدموجين في مشروع واحد، وهما يسوقوا للناس باش يدرسوا باش يشروا عليهم دروس تاع الفوركس. كل ما ناس يشروا عليهم دروس تاع فوركس ويدرسوا هذا الميدان، هما راح يكون عندهم سالاري فيكس، يعني دخل ثابت لي شهريا اللي حيبدا من $200، بعد شهر يرجع $600 ويبدا يزيد، وهذا شغل وهذا سالاري ثابت يعني فيكس ما يتغيرش. فانا اشتغلت معهم في البدايه وخذيت من عندهم افكار وخذيت من عندهم بزاف حاجات، لكن ما قدرتش نوفق بينه وبين اشغال اخرى كنت نشتغل فيها وبين دراستي، يعني ما قدرتش نوفق ما بيناتهم. فكانت عندي تجربه معهم ومازلت حتى الان معهم اشتغل معهم، وهذا من المشاريع الناجحه، لكن ايضا فيها عائق لو تشتغل في مجال الفوركس. مجال الفوركس يحتاج اذا بروكر، واغلب بروكر هنا في امريكا يطلبوا الضرائب ثاني، يعني اذا تشتغل افيليت ماركتينج مش حيطلبوا لك الضرائب، لكن لو تشتغل في الفوركس دومين تاع الفوركس حيطلبوا منك الضرائب في البروكر. نظن انه الناس اللي راهم يسمعوا في كلامي وعندهم علاقه بالفوركس راهم يفهموا واش حبيت نقول البروكر. وكما كان الحال بعدين انا
بعد ما عرفت هذا الميدان تاع افيليت ماركتينغ كنت ما نعرفوش من قبل، فزت بحثت عليه وزدت بعدها شريت كورس اونلاين باللغه الانجليزيه. كان عندي شويه صعوبه فترجمته بالشيء اللي نقدر عليه وعاونوني الناس وفهمت كامل الكورس هذا وترجمته الى اللغه العربيه. راه عندي كامل باللغه العربيه اللي قيمته هو $1,000 هذا الكورس، واللي يعرض عليك اشياء يعني الافيليت ماركتينغ ماشي فيه غير ماشي غير الدومين هو اللي مربح، ماشي غير الافيليت ماركتينغ، لازم فيه طرق خطوات لازم كامل تديرهم. واكتشفت انه هذا الشغل تقدر تشتغله من اي مكان في العالم، ما يطلبلكش لازم تكون في الجزائر ولا المغرب ولا السعوديه او امريكا، لا في اي مكان في العالم، شرط انك تكون تشتغل مع شركه توفر هذه الشروط. وانا عندي يعني قائمه طويله من هذه الشركات العربيه اللي تقدم منتجات باللغه العربيه، وكاين منتجات اللي تقدمهم باللغه الانجليزيه، يعني مواقع امريكيه ولا اجنبيه، مواقع عربيه اللي يقدموا الماركتينغ. يعني كيفاش الحكايه تاع هذه افيليت ماركتينغ ولا التسويق بالعموله، لانك انت تسوق منتوج، انت ترسلهم ممكن يرسل لك هما المنتوج، انت دير له معاينه او تشوفوا اذا عجبك. كاين طرق بزاف اللي مذكوره هنا في الكورس كيفاش تسوق لهذا المنتوج، خاطر كل منتوج عنده طبيعه تاع التسويق تاعو، ماشي نفسهم، ماشي كل المنتوجات عندهم فيسبوك ديريكت ولا كل منتوج عنده طريقه التسويق تاعو. ف انا اشتغلت مع هذا المشروع ومازلت نطور فيه ووصلت به لنتائج يعني ايجابيه كثيره مع عده شركات. فقلت لكم بعد ما تجيب هذا المنتوج ولا تدرسه، ممكن يكون منتوج الكتروني، يعني يكون كتاب الكتروني، يكون ابليكاسيون، يكون اي شيء، انك انت تكون عندك افيليت لينك افيليت تبعثوا الريفيرال لينك، انت تبعثوا الاشخاص ولا تخلي الناس يشتركوا عن طريق هذاك اللينك اللي راح يتجني مراه عمولة بشكل متداول. وكاين حتى منتوجات اللي الف تبيعوا مرة واحدة يبقى يدخلك في مداخل شهريا ثابتة بلا ما تبقى، يعني كاين منتوجات اللي لو كان نبيع لك هذه مرة نجني عمولة وخلاص. لكن كاين تطبيقات وكاين اشياء اخرى اللي تبقى تدخل مراها عمولة ما تحبشي، وهذا كامل في ميدان الافيليت ماركتينغ. ننصح اخواني كامل يشوفوا هذا الميدان لانه جد مربح. والناس اللي يعني عندهم تساؤلات فانا في الخدمة ان شاء الله حندير فيديوهات اخرين على الافيليت ماركتينغ، ونحكي على المواقع الاجنبية اللي تقدم لك يعني خدمات هائلة، نحكي على المواقع العربية يعني انها ايضا شغالة في الميدل ايست، في الخليج، شغالة في اي مكان. هذا الميدان تاع الافيليت ماركتينغ نخلوه بجانب. وبعدين اشتغلت في شيء يسميوه السوشيال ميديا ماركتينغ، وهو الحين شخصيا هو الدخلي الرئيسي. السوشيال ميديا ماركتينغ هو انك بعد ما تدرس وتكون عندك فكره كيفاش تدير ماركتينغ لشركات ولا دي بيزنس ولا ماركات، تشتغل تروح يعني تشتغل مع، نعطيكم مثال مبسط باش تفهموني، فنتكلم مع اي بيزنس، نتكلم مع اي بيزنس يعني نقولوا محل يبيع عطور، نتكلم معاه انا نعمل له بيزنس، نشد له الماركتينغ تاع المحل تاعو، يعني نعمل له بيزنس اونلاين، ندير له الانستغرام، ندير له الادز، الاعلانات، ندير له كل شيء، ونتقاضى عليه مبلغ يعني يكون ثابت اسبوعيا او شهريا او حسب انت واش تارك متفاهم معاه، وهو اللي حيدفع تكاليف الاعلانات. يعني انت تخلص فقط على شغلك اللي راك تشتغله معاه، واذا كنت مصمم راح تصمم له صور، فيديوهات، اعلانات، اي شيء راح تشتغل معاه. وهذا هو ميدان السوشيال ميديا ماركتينغ. الناس هذا تتوسع فيه بزاف مجالات، ماشي تحصلوا على فيسبوك، كاين فيسبوك، انستغرام، تويتر، كاين يوتيوب، كاين يعني كاين بزاف مجالات، بنترست، ليسونسيال، خاطر هذو هما المجالات يعني المربحه كامل، هذو هما المجالات المربحه بشكل عام وبشكل مختصر. وكاين اشياء اخرين ممكن انا نكون ما نعرفهمش، كون يعني معلوماتي قرب باذن علمه. فان شاء الله هذو هما المجالات اللي متاحين، والمجالات اللي حكيت لكم عليه السوشيال ميديا ماركتينغ او الافيليت ماركتينغ، هذو هما اللي تقدر تشتغلهم في اي مكان في العالم. فالامازون اف بي اي واف بي اي وامازون ميرش باي امازون، هذو ثاني اشغال يكونوا يساعدوكم. انا مشتغلش فيهم يعني مدققش فيهم بشكل خاص باش نكون صريح معكم، انا اشتغلت في الافيليت ماركتينغ
وفي السوشيال ميديا ماركتينج. ان شاء الله خالتي يكون هذا الفيديو بسيط. قبل ما نكمل ان شاء الله راح نوريكم بعض النتائج اونلاين، فاذا عجبتكم ديروا جيم كومنتير، واذا عجبكم انواع من هذه الفيديو التعليميه راه انا هنا في الخدمه راح نشرح لكم كل شيء ان شاء الله بشرح مبسط باللهجه تاعنا اي شيء تحبوه. فان شاء الله خاوتي ما تنساوش جيم كومنتير، قولوا لي واش من المجال اللي يعجبكم باش نكملوا فيه ونواصلوا فيه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. خاوتي السلام عليكم.